السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أعزائي وعزاتي؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا، قولوا أمين. فيا سادة يا كرام، هحكي لكم على أكلة طيبة تمام التمام، بدكم تجربوها وتشكروا ذو الجلال والإكرام. شو هي بقى؟ هي ماسالا الدجاج. هي أكلة هندية لكن طيبة كتير، بدكم تحبوها وتعجبكم وتدعوا لي إن شاء الله. مكوناتها على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بدكم التالي: كيلو دجاج مقطع، صدوره هدول جبتهم قطعتهم حطيتهم لساعة زمان، بشوية لبن وشوية خل وفلفل وملح وشوية ثوم وشوية كركم، ونعقتهم فيها هلا هاي لشي ساعة. بدكم بصلتين كبار مقطعين صغار، بدكم خمس بندورات قطعتهم صغار، منها الأحمر منها البرتقاني، أنا هاي نفس الطعمة ها، بس يعني منظر يعني أنتوا شو ما بدكم ساو. البهارات شو بدكم؟ معلقة صغيرة بدكم كاري وغرام ماسالا وكركم، كزبرة يابسة وكمون وفلفل أسود وملح. هلا معلقة كبيرة شو بدكم؟ بدكم طحين معلقة كبيرة، جنجر معلقة كبيرة أو زنجبيل، وبدكم 3 إلى 4 أسنان ثوم مطحونة مثل ما شايفين. هلا شو بدنا معها؟ بدنا زيت للقلي، بدنا زبدة للقلي، وبدنا نص كاسة كريمة كمان هي للطبخة. هلا نبدأ على بركة الله، قولوا بسم الله وصلوا على النبي، ولا يكون فكرة. حطينا زبدة 3 معالق مع 4 معالق زيت زيتون، وهلا بنحط البصل وبنقلي، بنحط الجنجر، بنحط التومات، هلا بنحط التوابل، هاي الكاري، هاي الكركم، هلا بنحط الكمون والكزبرة اليابسة، الكزبرة اليابسة والكمون حطيناه هون، هلا بنحط فلفل وشوية ملح، وتحركوا بتشموا هالريحة التوابل الطيبة كتير. حط البندورة ونحركها، حطينا طحينات، حط لها شوية مي وحركها، خليها شي ربع ساعة لحتى تستوي على النار وسط. هلا بنحط الدجاجات مع المرق تبع هون، حط الغرام ماسالا وتستوي الدجاجات، حط الكريمة وبحركها لشي 5 دقائق تانيات. رجعنا طبخة جاهزة، حطينا لها رز، زيناها بكزبرة فريش متل ما وعدتكم تعجبكم تمام التمام، وتشكروا عليها ذو الجلال والإكرام. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال بعتولي على اليوتيوب، والله يرضى عليكم ويرضى علينا.